أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم نصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم عصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في كردستاننا يا رب العالمين اللهم آمين آمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوارد خذ جهين رب العالمين رب العالمين قل نهت مهمية بغفرنا خذ تعالى مهمية داخلي بحشتة خبكت بحشت جي جل قال بيغمبري صلى الله عليه وسلم يا ربي يا إلهي أم هوارد خد جهنته إلهي تمش في دنيا إدر إلا سر فراز وسر بلند يا ربي تمش في دنيا إدر رش يا ربي تبريه كسبيفا ما ببي حزور أخوة. يا ربي هوارد خد جهنته إلهي تتكلي باشا وقنجيا برسقي ما بكي يا ربي يا إلهي تخرابش مدير بخي تخرابت ما بيني تُباشِتْ باشت ما زيدكي. تما بيخد بن سيبر قرآن فو قرآن يا حاكم يا ربي يا إلهي تو إسلام عزيزكي يا ربي تو عزيزكي يا ربي إسلام لسردستِتْ ما عزيز بكي يا ربي تو حتى أم حكم قرآن تدبين اسلاماتا اللهم آمين آمين يا رب العالمين شكو براية الرزدار. برنامج برنامه وبرنامه پرورد بر اسلامي شاء الله تعالى دي وجاري چن كليل كاكي. هر بسلمانكي هر انسانكي اف كليل او دسر سر هر انسانكي اف كليل كا هذي, بتا أو دي بتا. هر اف كليل كا هذي طبعا مستحيل اذيها الدنيا واخرتا خو هر سر فراز ببت اشبر هند ترزدار افكيل الكاه جل شو درجه بيك ليل نينن باش باش بزانا هر كليله كما الا ما يا خلت كري الا او كليله بت او رب العالمين قوتي او خد تعالى عز وجل جوت مروبي ما مروه بسلمان دي بسركفت هاب فيك طبعا افكلي لاني شمداي مگلك ليل الدياخسنا درجه جياني، بل مستحيل ما ام بشتوان درجه كاتبن كتب فعلا ام شوي نودا الا ما يادتي يا خلطه جنكون او كليلبي. افكلي لشي خوشك برايت الرزدار بنرت هجاو بها غران اواجي يا صبر, صبر صبر والله العظيم هر انسانكي صبر كريه شعار يا هر انسان كي صبر كي سر همي مثلا الا الدمهيد رب العالمين فرجا دايه چونكو دي بشتما هنديك الصبر مفتاح الفرج صبر كليلكا سر كفتنية. صبر كليلكا همي مسائلانه بوچي اف كليلكا وقت

كفك لها كفت نبتة تلقيامة بَرْ رب العالمين يسر بلند كفك لها جلك مهمة خشكو برايد الرزدار صبر جلك مهمة واخت رب العالمين عز وجل آيات بيشتود 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 وبشر الصابرين بوش رب العالمين ود ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رب العالمين عز وجل دم خذ تعالى دي امتحانا مكت ورب العالمين دي هند تشتاين ده وخذ تعالى دفيد عبد خواب بنصبك واختي رب العالمين مسلاك بمشتك هكربرنا عيالية هكربرنا ذيك بابا ويعني براو كسكارنا هكر مالا هكر بستان هكر حرفق يكي هبتة أو البردلن رو جلك عزيز هكر رب العالمين أم امتحانا بكرن كاجاري خدي تعالى وقت بد بخو حاشا حاشا خدي نمحتاج بخو ببتع اسمانا خدي نمحتاج بس الفيري بو وبشري الصابرين مزجين يبد وانا او كيشن صبر كيشان خشكو برايد عزيز صبر كيشان الميدان معركة شريل قلبي دينا صبر كيشان اتسنت هذا صبر اب چون هم صبر گفته سابرکشان با قیام الليل صبر کیشان ات همی مجالات ادا وقتی تو خلا و سر مسالات کشی باش بزانه او کلیل کال گلته بو نمونه اگر روی اکر مرووی چو مروو نچت کلیل کا نکفت درگهی بیند اوکیش که خونه رازی که که چه حاشا ما و عاجز کرد چواه و بی حاشا حتی تا گوه ما ما وقتا نخیر خوشکو برایت عزیز دست با وجه کلیل کا صبری و با وجه دروکی و بیجه اینا لله و اینا الیه راجعون اوه کلیلک، کلیل اوه یا سرکفتن وقتی کلیل کتا درگه و درستاهی و بی راستا درگه دلیتا دیوه بتب آیات قرآنه تدل ذهر مرتاح بي ودي برف تعالى باكي إشبر دي خشكو برايت عزيز افروكا اكر انبن هزرت خبكن روجه هندي شهيدت بن هندي بريندارت بن هندي كنا لقاي رب العالمين الجهة في فلسطين افروها كر نمسلا صبري بتو نمسلا ثباتي واستقامي بتا مستحيل خلبر بجرن بل صبر يجهشتيا درجه وصا بل استقامة وانا جهشت درجاك درجه مظن، بل جهشتنا حقيقه خلاص يان شهادته يان نصرته يان شهادته يان نصرته نصرت سركفتنا ودماي هر مرنا شهادت راستن برف بحشتي و هر دو استفاده ام وقت صابر يقول سر مسالات مفروزه ام گلک شارزابن قد أذي مسألة هذا أم بزانا أف ها جلك أم ببن رب العالمين عز وجل قرآن في روز إنما, إن... إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب العالمين عز وجل يدبشت تام أزدي وصى مروف صابر طبعا أجرك وصى شح حساب او نشد حساب بكت يعني بغير حساب نت حسابات التدابته نت حسابات التدابنا اف اجريها سركفتنا الدنيا اف اجريها سركفتنا التجارات تذا اف اجريها سركفتنا سكرات التذا اف اجريها سركفتنا قبر تذا اف اجريها سركفتنا قيامتها تذا اف اجريها سركفتنا تيل سردج من الدنيا اذا هذه ولتكته بغير حساب رب العالمين دي وسط تتا دنيا واخرطة دي أبدا حسابات التدانة بأفهم دي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة كخوة مبارك مبارك بجد بجد رب العالمين دي هند شوش خيري و دي بلب تنب كيشانا صبري أبتنب كيشانا صبري تو صابری سرم همین مسئله کشی گل اک جارمه و دی جاره کادی بجنوه و پیغمبر علیه صلاة و السلام بر قبرک راد بورد دی بحثه همی تخت صابری کن چکو بخلال بیست و پینج دقیقه ام نشن همی احادیث و آیاتا ال سر مسئله صابری بین نخواره اش برهند هند خوش کو عزیز پیغمبرت بر مقبرک راد بورد و جنکه گل دینت خو پیغمبر علیه صلاة و السلام بشت صابری خوب کشه ها هک پیغمبري نو عليه الصلاه والسلام السلام یولنا زفرت بر اخناته حماد بشته هر اوهات من هکر هاد با طبعا افام بشتی برید کابد الله عليه وسلم سلم بشتى بشتی ياو او پیغمبر خودی الصلاه والسلام السلام اود گه يا رسول الله المنبور أسخلت خلت بيم پیغمبری عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> گوت انما الصبر عند الصفمه الاولى هنديك الصبر يلجل صطما اول وقت بمروویچت بد اكر خراجر خلاص مروبي اجر ما بدس خوف وئنا اگر خبر داد خطي دا و دا ثابته کاچا و کچا و اوی دیگو تو مروی خرابتر کر کچا و اوی خالبر نگر تو مروی کمباختر کر معناوی الویر مکی لیل که صبری فخانه هل گرتیه بی معناوی بی چی؟ بی معناوی بی اوه مروی جوه عالمه که چوشوله و نظانی اجر بوچ بو مصیبت هر چی دی، هکر عیاله چو هکر بابه چو هکر کچه چو هکر کره و هکر کسو کارن هکر مال او هکر تجارت او هکر دکان او هکر خسارات او هکر فلان او هر چو مادم چو دوی مصیبت نازفرین یوه کش و جاره که دیتیه یکی که ریخوا زفراندی کش و دیتیه ای کی که چاخوا زفراندی کش و بیستان آگر وکتی خلاص ما توی روژه او زفراندی و جاره که دیشین کریه دی و خلاص کش و دیتیه مال تجارت چوی إلا بخوا تجارة أكاد يا كريا طيب أو شو أما تتمينة شي هر مصيبة شو تتمينة بالتنس أجر أجر أو أجرب شفت إيتا أفي ما في قوة بحس كري بغير حساب أو أجرب صبري فتت روستن كليل كبينة ندري؟ وكليل كبال في جد اللي خو درجه فكا وقازي رب العالمين بكا بيجي يا ربي مصيبته من شو تشيبي بل أجري ما يا ربي تو اجر من بو من بهيلي اجبر هندي خشكو براد عزيز غنبر صلى الله عليه وسلم اذ بيجت اس عجب قرتي ما الامر بسلمانة ام عجب قرتي الامر بسلمانة طبعا اواب بصلمانا هات يديناني بو غيري يا يديناني هكا رب العالمين مصيبتك داوانا يا يعني رب العالمين خوشيك داوانا دي شكرا خد تعالا كن وهكا رب العالمين مصيبتك داوانا دي أفا صبر خوا بمعنى ود شو شولي وانا همي بوانا بخيره هكا كيفك بتا بوي بخيره وهكا مصيبت اي جهاد دي صبر خوا بمعنى ود هر دو ميزانا دا يسر كفت يو صبرك يجالك مازن كيشا أبد اشتبر الرَّازِبِينَ رب العالمين عز وجل خشكو براية الرزدار بن مسعود خد تعالى جي رازبت بد بوما وشد بيجد اد بيجد هنديك الصبر اد بيجد نيفا إيمانيا هنديك يقين و إيمان إيمان همية هنديك الصبر اد بيجتما أفن نيفا إيمانيا اد بيجد هنديك يقين أفاها هما إيمان همية بوچ خوش عزيز عزيز. عزیز تو باش خوب كم صبر طبعا جماعة. هر روند کش و هر یابو تا إيش و هر دلتا و هر تو ايش آبو تا چه اما وقتی تو كيشي او تنی و هكرت يقين برب العالمين رب خير هبت اذا هكرت يقين برب العالمين هبد خدي شيطر مصلحة تتزاند هكرت يقين برب العالمين هبد أفابو تكيري خير ترى هكرت يقين برب العالمين هبد خدي شد بو تبدل فكد هكرت يقين برب العالمين هبت خدي على هميتش تشتد بمعنى أفا إيمان همية أفا تهردو بشتها ممكرا صبر زائدا يقين بتبيشي بإيمانك متكامل بجد الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله سبحان الله معنى بالفير جمعت أمهم بزانا. ما يقين برب العالمين عز وجل إلا أو ما ببت ما يقين برب العالمين هي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما يقين برب العالمين هي إذا جاء أجله لا يستأخرون الساعة ولا يستخدمون ما يقين برب العالمين هي نين تشتك السرعة دي بالريفا إلا على الله رزقها ما يقين برب العالمين هبت جيار همي يدس خد تعالى ما يقين برب العالمين هبت رزقي من ندس إنسانا دانا ما يقين برب العالمين هبت أسدر استاهي خد تعالى النصبكم كو يا خداتي كت كت شو أشنايني شو أشنايني إيناي موجودة وصل شولت مذبوب مذابين كت بمعنى أفا إيمانا راستقينا بربا وريكا راستقينا يا متكامل رب العالمين خد تعالى تالش نايل التمحتال جلك مهمة خش كوبريد عزيز كليك كو الصبر بردوام الدس مذاهباد في صلى الله عليه وسلم أدبشت م الصبر رناهية صبر دي بوتا بتارو ناهي صبر دي بوتا بتا ريك صبر دي بوتا بتا هدف وقت تتكي هدف عفوا دي تجاهين تا صبر دي تجاهين تا ارمان جاتا او ارمان جاتا بخوا دينا اي صبر دي ول تا كتم تا كتم روفكي فعلا يمتواضح دي تا كتم روفكي بيك دي تا قيادي دي تا كتم روفكي فعلا ميدان الجهاد بجهد دي تكتا مروفاكي جالكو جالك بريكو بيكو يسر بلندو تهنيك هارادا يسر كفتي وسر فراس جارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيشة رب العالمين حشوي قوميت كت او ابتلاعاتا أخشاب او وأذيها بيت صبري السرفين خشا بكيشن يعني وقت قومك خود تعالى عند ابتلاءاته و عندك امتحانه بوانات كت اوا صابري سارت كشن إلا أو قومه دوماهيك بسارت کبد والله العظيم وبالله الكريم مين ايكي كليل كالصابري كار إنابته إلا هي بسار ما يديت اي چند تجارتها الإفلاس هدا بل اي دا صابت يا ويا دا يا شول كري شول كري شول كري اذروکش بر پتر مالکت یا پادا بلی جماعت بو چی احتمالتو بیجی بو چی عول چو هر دار رب العالمین دته ما کی یه عول سر اساسکی کی خلد بی ما کی یه عول سر اساسکی کی حرام بی ما کی نابت یه عول هندک خشخشو هندک تشتت ها هر و هو و دیولان که بس چنکو صبر زائدن اسباب زائدن یقین بخوده رب العالمینی بوی جارک دی برکت خسته و زوری سر عصاس خواه کفن سر زنگین یا خواه مالکی پاکشتره مالکی حلالتره مالکی بر طبعا سحکه جماعت وقته رب العالمین هنده بحث صبریت کرد و دبیجت این الله مع الصابرين خود تعالی دمائی آیات ده طبعا این الله مع الصابرين تو بخودی ربك الجل تابت خدي تعالى وقت الجل تابت شو للتادي وقت شول للتادي بريفا همي هم شو لا بتسهل كت وقت بتسهل تشتد باش بدست وين وقت تشتد باش بدست وين دي كيف خاش وقت كيف خوش بالدنيا دي راضي بينا خدي بدست وين شنكو بين طبعا تو يبرب عبادات بشتي هنجي رب العالمين دي تل قبر تو شون <applause> أبحشت كيف قاشك؟ برهمي الصبري طبعاً سركفتنا برهمي الصبري دائماً مرتاحية. برهمي الصبري دائماً دلكي تجي نفسك مطمئنة. نفسك جل جلك مطمئنة. هي نزار المسيح نفسة نفس رب العالمين يدبح ما نفسة مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة. ما هي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم ولا يقسم بالنفس اللوامه لا يقسم بيوم القيامه ولا يقسم بالنفس اللوامه افدو ما هي ما هي ان النفس لاماره بالسوء ما افس نوع النفسيه حين بشا افي صبرنا كيش كيش نفس بس اماره بالسوء افتشتها ماشي شخلت يا هاتا برسينجيوي صابري يا شديكت چه گناه هات صبر نی ندیکت چه خلاتی هات صبر نی ندیکت دمای دو دوالتا دبت مرو به صبر مرو و هشک و رق هر حاش صنمک هم اکید پادکای رابگر دکی و کد و دب شولی پیکد کد و دب فکرایی کلی کد کد و دب کا گورد یاد دز غیری ویدا چونکو ای صبر سر و نکشای خو تسلیمی او نفس الدف خانه اینا یا خال گل نفس ساکیش که کی... کهی کری گل نفس بره و تخلت یا گل هر دو نفس دی اواکو امین و پاقش و جان و رب العالمین گازید کته در کبه ورا دف رب خواه آن اوا هندی عبادت اید که هر لومه خود کته او هر دو دف خواه پیدا نکرینه بو چی پیدا نه چنکو کلیل کا صبری یا برزه کری وقت برزت که طبعا دي بسرفون دي هلبد اجبر هندي جماعات الرزدار ما قد جارك في غنبر صلى الله عليه وسلم ادبجت نينا صابر تشتكي بتتا الا دي خير التتا نينا صابر تشتكي بتتا الا دو ما ويد بسر خير هلبي ونينا تصابري جل سر تشتكي بكيشي الا خيرت ما دي بوتا بيذا اجبر هند دي هنديك الصبرة. هندی که نصره مع الصبر یالگل صبری معنای سرکفتنت همین مجالاته و ان النصر مع الصبر هندی که سرکفتنه یالگل چی؟ یالگل صبری چه دبت بیش یمن سیده چاو از دبیش متا هرگاه گاوه کشایی تو پشیمان نبی یا چوی و یا بید تو پشیمان نبی بس هر گاوه غضب دا و تا بغض و عیناتش تشتی ور تا طبعا پشتی بغض و عیناتی چه درب دید تا ضرب اینای هر کس که ضرب دا اینای دو ماهی که پشیمانی ها سر خوازی من وانه کرد خوازی من پچکادی خورا گرد خوازی من اوه چه نب خوازی کامن من اوه دی نکرد خوازی من دل جنکا خوانه هیلا با. یان جنه خوازی که من هونه گد يوم خش يشكل راي، يان يوم تلقى الجيراني يوم سرشولي يوم بهورنا ساياره يان يوم تبركرني خاجيكو يان مصر انا يان يوم من فلان ناكربا هميتش تته تصرات داكلي وتصبر خنك شاي دو ماه يوي فشله سركات النهايه بس هر تشتكي كي تاكر هند باش وان النصر مع الصبر باش هنديكا نصرته هنديكا نصرته یال گل صبری گاوات اد صبر تو نصرات بینی وت صبر گل بتا هکرتنه تنه تو نصرات بینی دی صبری دی آلکی و جاما چاد برتا و خلقه که تو دیکی بی معناوی سر کفتن خوشکو براید عزیز سرکفتن هر تا که انسان کی، سرکفتن هر مروو برکتی دی بر خود یه ایلا مروو صابره صبره ایلا مروو صابره صبره و یه هاتی صبر, صبر. ها صبر خواهی کشای اوی صبری هکه ببتا پسیار ام چواب دست خواه بینن یانجی امل سربک سربک چه بکیشن جماعت رزدار هکر بسش عبادت هکی دست پی طبعا عمود فقری اسلام دست پی بکم دی بیش ما تا هر انسان السر نویجت خوی صابر بده اشبر نبونه وقتی و انشاءالله تعالی دی بحث کم کرتینی هر انسان که سر بوچی جماعت بوچی من بحث زکات نکر بوچی من بحث روجی نکر بوچی من بحث حج نکر آه بوچی من بحث وان ارکان دین نکر بوچی ده بحث چکم بحث نویجه چونکو نویج بیست و چار ساعت تاوه گره دایا نویج پند دم تاوه یا گره دایا اف نویجاها جماعت لاو حضرت خواته ادا بکن نویجا سپیده أتو وقتك وصدنا والله صبرنا بالنشد بكت باشا أو شو نفي جانيفرو طبعا دي سات وقتك احتمالات يبرسي احتمالات ويل شولكي احتمالات ويل فلاني ساعة كامة بن معنى وعي استراحة كاتدا هاي طبعا ابو وقت تشان كان بين بينا جارة كادي مقابل رب العالمين ورا يا إيفاري وخت الشولة تاي حمي شولة كابنة دي دا باشه تصابر نبود دی چاو اوی دکان هیلی و قستان ویجی تا تصابر نبود دی و اوی تکسیل بر در جامع کس کنی تصابر نبود دی چه او خامیادی و قسطام از گفته قستان یان قسطانی خواهی یا مغرب وقتی چه وقتی, چه وقتی تو ای به که خوا پال دیو خوا وشلینی و استراحت خواهی کی ساکی چه و رب گوته قامن و وره یا عایشه وقتی چه تو پال دیپ چه که درکه

زان اوده شد صبریل سر رب العالمینی کیشد. هرگاه وکان نه دی بری خود دی سرهمی مسائل آهل بی چنکو یه بی صبره. بلا خل ویدا اوی آخو نی وی دهل بردان اوی صحبت کر، او چو برایه اوی دبر را کر او چوی را هم ویر معناوه نم وکی صبر اش جماعه جماعت تدوید درستایی صبریل دفقا پیدا کی ترکا گنه ها او برف خیرابه وبرف طاعة رب, رب العالمين فا تدبي أمروفا الصابر صابر مسلا أم دعا خد تعالى كن رب العالمين برما بت الصبر هداري رب العالمين وي صبر ما بتشينت أم خل همي إذا راجر برم بري همي شبهات او شهوات و دينان أم خل بر همي راجر نحطة دست خد تعالى اللهم آمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته